للحديث عن محاولات الحكومة إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الفراجي. أستاذ أحمد مرحبا بكم. الحكومة يعني كما تعرفون علقت أو أغلقت مكتب رويترز بعد أن نشرت الوكالة تقرير يفند موضوع الأرقام الحكومية عن المصابين بفيروس كورونا، ما الغاية من هذا التعتيم الإعلامي أستاذ أحمد؟ يعني بداية تحية لك وتحية لجميع العراقيين الذين يجلسون الآن في منازلهم. أنا أعتقد هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة العراقية القمع ضد وسائل الإعلام. نحن اليوم نتحدث وكذلك تحدثت وكالة رويترز في تقريرها عن أرقام صادمة للمصابين بفيروس كورونا المستجد. بالتأكيد الحكومة العراقية لا تريد أن تظهر الحقائق، وأيضا الوضع الصحي في العراق متدهور. ظهور الحكومة العراقية لعدد المصابين بالفيروس بالتأكيد سيكون له مردود سلبي، وأيضا سيظهر الفشل الكبير الذي يتعرض له الواقع الصحي العراقي. نحن نتحدث اليوم هنالك الكثير من المشافي العراقية غير مجهزة بالمعدات اللازمة لاستقبال المواطنين الذين يصابون بهذا الفيروس. بالتأكيد هنالك من يريد يخفي هذه الحقائق. حقيقة نحن أيضا لدينا تقارير يومية نطلع عليها، وأيضا لدينا هنالك الكثير من الصحفيين حقيقة ومن مصادر طبية كوادر طبية يتحدثون أن نسبة الإصابات بالفيروس بدأت ترتفع خاصة في جنوب العراق. نتحدث عن محافظة النجف العراقية وكذلك نتحدث عن محافظات أخرى. بالتالي لا توجد هنالك حتى هذه اللحظة بالنسبة للحكومة العراقية وللكوادر الطبية أي بوادر أو أي يعني إن كان نتحدث عن الحجر الصحي، لا توجد حتى هذه اللحظة مستشفيات كاملة مقارنة بدول العالم التي بدأت تواجه. أستاذ أحمد، منظمة الصحة العالمية يعني طلبت بشكل واضح من الحكومة في بغداد بأن تتعامل بالشفافية ودقة مع التقارير المستقلة، لكن هنا لماذا تلجأ الحكومة لأساليب الإغلاق والإيقاف في الرد على هكذا تقارير؟ يعني بالتأكيد عزيزي، أنا كما أسلفت قبل قليل، الحكومة العراقية لا تريد أن تكون في الموقف الضعيف، وهي لا تريد أن تكشف عن الخلل الكبير في الكوادر الطبية العراقية. هنالك أزمة حقيقية وهنالك تدهور وهناك عدم لا مبالاة حقيقة. أيضا هنالك موضوع مهم يجب أن نشير إليه، يعني للأسف يتحدثون عن وجود خلية أزمة في العراق. خلية الأزمة في العراق حقيقة نحن نسمع بها ولم نراها، يعني الحظر يتمدد في العراق. كلما تمدد الحظر في العراق حقيقة توجد هنالك مشاكل. هذا بدأ يؤثر على اليد العاملة في العراق، وبدأ يؤثر على العمالة في العراق. نحن نتحدث هنالك أناس عراقيون بسطاء يعيشون على القوت اليومي، هؤلاء توقفت أعمالهم. فحقيقة أنا أعتقد أيضا أن العراقيين حقيقة إذا استمر تمديد الحظر ربما سيخسر وستكون هنالك كارثة كبرى في العراق. أستاذ أحمد، هناك من يقول أن مسألة إجراء الحكومة ضد الوكالة أغلقت أو علقت عمل وكالة رويترز هو يزيد من التكهنات بأن الحكومة تتستر فعلا على أعداد المصابين. ما مدى مصداقية الأعداد التي تعلنها الحكومة للمصابين بفيروس كورونا؟ يعني حقيقة إغلاق وكالة رويترز أو تعليق عملها في العراق لمدة 3 أشهر حقيقة هذا هو الذي يعني أثار الشكوك، ونحن كصحفيون نتساءل لماذا الحكومة العراقية أغلقت هذه الوكالة؟ لماذا أغلقت هذه الوكالة؟ بالتأكيد أغلقت الوكالة حتى لا تظهر الأرقام الحقيقية وحتى لا ترعب العراقيين بما يحصل. الكوادر الطبية العراقية تتحدث عن أرقام صادمة،
وايضا بالنسبه جزء من المقابر العراقيه ايضا في مدينه النجف وكذلك في مدن اخرى تتحدث عن تكدس. وحقيقه الشخص الذي اثار هذا الموضوع حقيقه نعترف صراحه هو النائب في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عندما فضح ما يجري وقال هنالك تكدس يعني مئات او عشرات من العراقيين الان في المشافي الحكوميه خاصه في مدينه الطب العراقيه يمنعون من دفنهم، اكرام الميت دفنا لكن على ما يبدو لا توجد هنالك خطه لدفن هؤلاء. وحقيقه في عموم العراق انا اتحدث لا توجد هنالك خطه لمواجهه هذا الفيروس المستجد خاصه في العراق. نحمد الله ان هنالك حتى هذه اللحظة محافظات عراقية صامدة في وجه هذا الفيروس. مثلا محافظة الأنبار العراقية لم تسجل حتى هذه اللحظة أي إصابة عدا طبيب قال أنه جاء من بغداد ويعمل في مدينة الفلوجة ولم يتأكد هذا الأمر وربما أخرج من مدينة الفلوجة. بالتأكيد نحن يعني نأمل من الحكومة العراقية أن يعني تواجه هذا الفيروس وأن تخفف أيضا نعم على المواطنين العراقيين. من بغداد الكاتب الصحفي أحمد الفراجي، شكرا جزيلا لكم.